أسباب النسيان متعددة. هاد النسيان هو يقدر يكون في غالبية الأوقات كيكون ماشي خطير، ولكن إلا بديتنا كنساو بزاف، كنساو الأشياء الجديدة، كنساو واخا حنايا كنحاولوا أننا نركزوا، كنساو المعلومة، غادي خصنا ديك الساعة نمشيو عند الطبيب. أما الأسباب اللي خفيفة هي التوتر، قلة النوم، العياء بزاف، نقص بعض الفيتامينات نوطامون فيتامين B12 وفيتامين B1. إلا كنا كنتناولوا بعض الأدوية وخلطنا بزاف الأدوية، إلا كنا كنتناولوا بعض المنشطات، ولا كنا كنتناولوا بعض الكحول ولا التدخين ولا قلة النوم، هادو كلهم أسباب نقدروا غير في الحياة اليومية ديالنا. إلا حيدنا هاد الأشياء كتحسن المردودية ديال الذاكرة ديالنا. الاشياء اللي خاصنا ما نديروهمش باش نحافظوا على الذاكره ديالنا هي خاصنا ما نسهروش بزاف، خاصنا ما نخلطوش الادويه وما نتناولوش الادويه الا ما كانش عندنا واحد لوردونونس مقاده مزيان، وخاصنا ما نتناولوش الكحول، ما نتناولوش المخدرات، نحيدوا هذا التدخين، لان هادو اشياء مضره بزاف بالنسبه للذاكره. اما الاشياء اللي خاصنا نديرو باش نحافظوا على الذاكره، خاصنا نعسو مزيان وفي اوقات النوم اللي كنمول فيه حنا كنعسو فيها، خاصنا نمارسو الرياضه لانها كتطلع الاكسجين للمخ وكتخلي ان كننشطوا الذاكره ديالنا، وخاصنا تكون التغذيه ديالنا متوازنه. ما احنا كنقولوا الريجيم ميديتيرانيا اللي كيكون فيه الحوت بزاف والخضروات بزاف وشويه زيت العود ونقلوا من الدهون، هادو كلهم اشياء غادي تعاوننا في الذاكره.